السلام عليكم، معكم دكتورة غفران من مستشفى السلام. الكثير من النساء تسأل عن جهاز الماموغرام. هذا هو جهاز الماموغرام، هو عبارة عن جهاز أشعة متخصص في تصوير الثدي. عملية التصوير عملية سريعة غير مؤلمة، ولكن قد يكون في بعض الضغط على الثدي، ولكن هذا الضغط يستمر لثواني معدودة. حبيت أذكركم أن فحص الماموغرام مرة كل سنة أو مرة كل سنتين على حسب العمر وعوامل الخطر. الأفضل تسألين طبيبك المعالج. دمتم بصحة وعافية.